مشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحدث. نهاية الأسبوع في تركيا اختلف كما اعتاد عليه العالم، دبابات وجنود في الشوارع وطائرات حربية في السماء، غارات واشتباكات وانقلاب. أمس الأتراك والعالم على محاولة انقلاب عسكري وأصبح على فشلها. عاد أردوغان إلى أنقرة وتوالت أنباء عن استسلام الانقلابيين واستعادة القيادة التركية سيطرتها على الجيش والبلاد، لكن المؤكد أن ما جرى في تركيا أمس أكبر من أن ينتهي في ليلة واحدة. فشل الانقلاب التركي، هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم. باسمكم أرحب بالصحفي والمحلل السياسي الأستاذ ميشيل حنا الحاج. أستاذ ميشيل مرحبا بك. أهلا بك. وكذلك الباحث في شأن العراق أستاذ أياد العناز. أستاذ أياد مرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بعضو المكتب التنفيذي لجمعية الشؤون الدولية الدكتور منذر حويرات. دكتور منذر مرحبا بك. أهلا فيك سيدي. نكمل الحوار بعد الفاصل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم. أبدأ معك أستاذ ميشيل مرحبا بك. أهلا بك. يعني برأيك هل أن الانقلاب في تركيا كانت كما يقول البعض كان مسرحية مدبرة من قبل أردوغان؟ يعني ما يوحي بذلك النتائج التي بدأت تتبلور بعدما قيل أنه فشل الانقلاب. يعني في أشياء كثيرة كان أردوغان بده يحققها وكان عاجز عن تحقيقها، منها مثلا كان محضر قائمة لعزل عدد كبير من الضباط ومش قادر يعزلهم. المعمعة اللي صارت عزل عدد كبير من الضباط مرتب عالي. كان محضر قائمة كما اعترف احد المعلقين الاتراك وهو مقرب للحكومة، قال انه كانت قائمة عزل القضاة هذول معدة سلفا لكن مش قادر يعلنها. يعني كيف بدك تعلن بايام سلم وظروف عادية انا عزلت 2750 قاضي؟ العالم كله بده يطج ويقول لك ليش. لكن في ظروف الانقلاب استطاع ان ينفذ ما يريده. الشغله الثالثه كان برضه في له مكتب في واشنطن وعم بحضر معامله لاسترداد عبد الفتاح جولن، وهذه قبل الانقلاب. هلا سهلت له العمليه، هلا صار عنده مبرر انه يطلب بقوه انه انا بدي عبد الفتاح جولن منكم يا واشنطن تعطوني اياه، وعم بيهدد وبتوعد والى اخره. وشفت لهجته ما كانتش كثير لطيفه مع امريكا. ففي عدة يعني عدة شغلات تشكك، ترسم علامات استفهام عن حقيقة هذا الانقلاب. يعني الآن مثلا نقول عدم وجود خطة محكمة من قبل الانقلابيين، أيضا هذه ربما هي أحد الأسباب. هذا سبب جوهري. يعني ليش الانقلابيين قعدوا يركزوا اللي بدنا الجسرين تبعين البسفور ومش عارف إيش ويضربوا البرلمان؟ شو بدي في البرلمان؟ والبرلمان موقع عسكري ولا عنده قوة عسكرية تواجهني؟ برلمان ما عندوش أي قوة. ليش ما لحقوش الرئيس وهو موجود على البحر بتفسح وعائلته؟ كان هدف سهل. عادة الانقلابيين بيسعوا دائما وراء رئيس الدولة ورأس الدولة، هم ما سعوش وراء رأس الدولة. اليوم كانت الأنباء تقول أن هناك ثلاث طيارات، ثلاث مروحيات معدة لاعتقال أردوغان، كانت مخطط لها. إيش بدي بالاعتقال؟ ليش ما قصفوش الموقع؟ يعني ليش ما قصفوش الموقع؟ يعني مثلا نتذكر الانقلاب اللي صار في بغداد عبد الكريم قاسم، قوى وزارة الدفاع وقعدوا يقصفوا فيها لأنه هذا رأس الدولة وإحنا هدفنا نجيبه. فهذا عادة اللي بيجري في الانقلابات، أنك تسعى إما لاعتقال رأس الدولة أو لقتل رأس الدولة. جميل جدا. أرجع لك أستاذ مشير، عندك رد أستاذ عيال؟ بداية مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني حقيقة في هذا الموضوع الذي نعيشه الآن كثير من الأمور وكثير من الأوجه قابلة للنقاش، قابلة للحوار، ولكن نبتعد في بعض الأحيان عن موضوع نظرية المؤامرة وعن نظرية كيفية أن تقود يعني الأحداث تسري باتجاهات صحيحة أو غير صحيحة. هنا أرى أن أسباب رئيسية لفشل الانتخاب لفشل الانقلاب، أولا المؤسسة العسكرية التركية كانت مقسمة على نفسها ما بين مؤيد وما بين رافض،
والمؤيدون كانوا هما ليس من الخط الأول في المؤسسة العسكرية المهمة، وإنما كانوا من الخطوط الثانية والثالثة. والخط الأول هو الذي رفض هذا المحاولة الانقلابية. النقطة الثانية أيضا أنه اللي ساهمت في فشل الانتخاب والانقلاب وعدم نجاحه أيضا عدم وجود بيان أو رؤية سياسية لكيفية قيادة الأحداث أو قيادة تركيا من قبل الانقلابيين، وكذلك عدم وجود، وأهم شيء هو المد الشعبي الذي كان الانقلابيون يعني يفتقدونه. النقطة الثالثة أيضا هي مهمة جدا، أن المعارضة التركية بكل ما تحمله من أوجه معارضة إلى أردوغان وسياسته الداخلية أو الخارجية التحمت تحت شعار تركيا، رغم أنه لها أسبابها ولنا كلام في هذا أيضا. والنقطة الأخرى المهمة أن أردوغان سبق هذه الأحداث بأنه جعل للجيش أو المؤسسة العسكرية ليس لها الهيمنة على الداخل، يعني وضع الأجهزة الأمنية والأجهزة المخابراتية والقوات الخاصة في حماية الأمن الداخلي في المدن الواسعة في تركيا. ونحن طيب تركيا. لكن هنا البعض يتساءل ليش سمح طائرة أردوغان تهبط بالمطار؟ وهذا سؤال أستاذ مشي. كمان بعدين ارجع لك يعني اسالك يعني اذا كنت تقصد اخ مقداد موضوع الطائره الاولى في يعني الطائره التي كانت تريد ان تهبط في مطار اسطنبول في اول احداث الانقلاب، هي طبعا لم تهبط في البدايه لانه كان وضع امني، وكان ما بين ان تهبط الطائره وما بين انسحاب القطعات المشاركه بالانقلاب في من محيط اسطنبول كانت هناك الرساله التي ارسلها الرئيس التركي، وهو التي كانت حجر الزاويه في كل ما حدث. هذا الموضوع يعني كما قلنا الرساله عندما وجهت لم توجه الى القيادات العسكريه، لم توجه الى القيادات الامنيه، لم توجه الى حزب العداله او انصار العداله، وجهت الى الشعب التركي. إذن وضع الرئيس التركي أردوغان الشعب أمام دوره الرئيسي في أن يقبل الحكم الذي قام بانتخابه أو قام بالموافقة عليه، هل يقبل بالحكم المدني الذي امتد 13 سنة وانتهت مرحلة الانقلابات في تركيا، أم يرغب في العودة إلى المؤسسة العسكرية، وكان خيار الشعب الذي رأيناه. جميل، أنا راح أعود لك، لكن رحب دكتور منذر. حوارات دكتور منذر، مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك. يعني أكثر من 50% من أصوات الأتراك هي كانت لأردوغان، ألا يعني هذا نجاح التجربة الإسلامية خلينا نقول؟ طيب ألم أيضا أردوغان ألم يوصل تركيا وقفز بها سنوات ضوئية من التقدم؟ شنو رأيك؟ تفضل. حزب العدالة والتنمية ووصوله إلى السلطة ومساهمته في بناء الدولة التركية لم يكن حصيلة لذاته فقط، إنما هو حصيلة لتجربة ديمقراطية عميقة امتدت ما يقارب من العقدين ونصف إلى 3 عقود. هذه التجربة كرست مبدأ الدولة المدنية ودولة القانون، وإن كانت هذه الدولة لا تزال مهيمن عليها حتى اللحظة الأمس، حين لأن الجيش ضمن الدستور التركي يعتبر هو حامي العلمانية، حامي الدولة، وبالتالي للدولة للجيش تأثير على الدولة التركية وعلى مؤسساتها السياسية، والتي يبدو أن الجيش يحمل في طياته وفي أعماقه غضبا عميقا لأردوغان، لأن أردوغان قد استغل انتماء محاولة التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي، ونظرا لشروط هذا الاتحاد فإنه كان قد همش الجيش من صناعة القرار السياسي، ويبدو أن الجيش حاول أن يستغل خلال المرحلة الفائتة من وجود بعض التغيرات الجوهرية في المنطقة، انقلاب 180 درجة في السياسة التركية، أيضا التفجيرات وأيضا عملية التضييق على الإعلام، ربما بعض القادة في الجيش وجدوها فرصة سانحة لكي ينقضوا على أردوغان ويسقطوا حكومة حزب العدالة والتنمية. أردوغان وحزب العدالة والتنمية كان حصيلة ما فعله هو استثمار حقيقي مفهوم الديمقراطية ومفهوم الإنسان في بناء دولة حداثية حقيقية استطاعت أن تتطور اقتصاديا، استطاعت أن يكون لها مكان في المجتمع الدولي والإقليم المحيط فيها، وهي أصبحت فاعلا مهما طيب في الشأن الإقليمي. دكتور، لكن ألا تعتقد أن هذا الانقلاب سيؤدي إلى تقويض الديمقراطية في البلاد برأيك؟
بتصوري سوف يكون أردوغان هو الزعيم الوحيد عبر التاريخ الذي سوف يستفيد من انقلاب عسكري، لأن الانقلاب استطاع أن ينقله من، ربما كان أردوغان خلال الفترة الماضية يعاني سياسيا، ولكن هبة الشعب التركي وخروجه إلى الشوارع ومواجهة الدبابات بأجساد عارية ودفاعه المستميت عن الديمقراطية، هو لم يكن يدافع فقط عن أردوغان، إنما دافع عن مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، لأن للأتراك تجربة عميقة مع الانقلابات العسكرية، وهو يدرك جيدا أن نتائجها السياسية والاقتصادية لم تكن ملموسة بحيث تؤثر على حياته بالشكل الإيجابي، وبالتالي كان رفضه عنيفا وعميقا لها بحيث تصد لها بشكل عنيف. والملفت أيضا والملفت للنظر أن جميع أحزاب المعارضة قد وقفت لصالح هذه التجربة الديمقراطية ودافعت عنها، ولم تستغل الموقف الذي حصل من انقلاب عسكري كي تنقض على الحزب الذي يعتبر عدوا لها، جميل، وهو حزب العدالة والتنمية. جميل، سأعود لك دكتور، لكن أحبتي الكرام فاصل ثم نكمل. مرة أخرى أحبتي الكرام مرحبا بكم. أستاذ ميشيل أرحب بك، برأيك هل ستكون تركيا ديكتاتورية بعد أن يقوم أردوغان بتصفية كل خصومة، يحول نظام الحكم إلى رئاسي؟ هذا رأيك؟ أخشى ما أخشى. إحنا قلنا بدنا الشرعية، بدنا الديمقراطية، والأحزاب كلها حتى المعارضة أيدته وأدانت الانقلاب لأنه دفاعا عن الشرعية وعن الديمقراطية. لكن أخشى ما أخشى أنه هلأ هو سيفرض ما كان يريده ومش قادر يحققه، اللي هو النظام الرئاسي والغاء العلمانية. وحاول إلغاء العلمانية في البرلمان وقام عليه البرلمان كله، يعني ممنوع وعدل عن المشروع. لكن الآن الفرصة أطيحت له لإعادة إلغاء العلمانية. طيب أنت تعتقد أن أمريكا مشتركة بهذا الانقلاب، خصوصا أن تصريح قائد منطقة هتاي قال أن هناك ضباط أمريكان ساعدونا بالتخطيط هذا الانقلاب؟ هذا بيقوله وزير العمل انه امريكا لها ضلع في الموضوع. كيري بينفي هذا الحكي، جون كيري بينفي، بيقول لك ابدا ما لناش اي علاقه في الموضوع. انا بشك انه امريكا، لانه لو امريكا لها يد في الموضوع كان نجح الانقلاب، كان نجح الانقلاب. لكن اللي صار انه بالعكس، هم حتى عطلوا جوال امريكا. بتعرف انه اطفوا اوقفوا الكهرباء انجلك خلال مرحلة الانقلاب، قطعوا الكهرباء، فمنع ما قدرتش الطائرات تطير وتضرب الدولة الإسلامية داعش. توقفت الغارات بسبب الانقلاب وبسبب تطورات. طيب ما علاقة الآن حتى تركيا قامت بإغلاق قاعدة انجلك وإيقاف الطيران أو الضربات العسكرية اللي تستهدف تنظيم داعش؟ ليش برأيك في هذه اللحظة؟ ما هي العلاقة بين استهداف التنظيم والانقلاب العسكري؟ يمكن كان أردوغان يستغيث بداعش إنه إذا أردت أنا دبروني ساعدوني، يمكن مش عارف. يعني أنا إحنا هذه تحليلات واجتهادات، ما عندناش معلومات في هذا الموضوع. إحنا مش في نوايا أردوغان إيش كان يجرب ما هو طبعا. جميل جدا. شو تقول أستاذ آيات؟ يعني حقيقة في موضوع الوضع العسكري للانقلاب، نحن نعود نقول أنه يعني ما نخشاه بعد نتائج الانقلاب. الآن نحن أمام هجمة أو أمام موقف أوروبي يختلف عن الموقف الذي أعلن عنه قبل 48 ساعة. الآن بدأت الخارجية الفرنسية تحذر أردوغان من أنه هذا الانقلاب سوف لا يعطيك ولا يعطي للرئاسة التركية صك مفتوح لتصويت معارضك. اليوم النمسا أصدرت بيان وقالت هذا البيان نحن وجميع دول الاتحاد الأوروبي نوافق عليه أن ضرورة المحافظة على العدالة ومفهوم القانون في تركيا. هذا التحول الأوروبي تجاه الأوضاع في تركيا، يعني ينظر الأوروبيين إلى أنه أحداث الانقلاب قد يكون لها ظلالها على الهاجس الذي سيقوم به أردوغان، وهو عندما اعتبر أولا البارحة اعتبرت منظمة فتح الله جولن منظمة إرهابية.
وهذا تطور لأول مرة يحدث في تاريخ السياسي التركي. اثنين، أيضا اعتبر النقطة المطالبة بعقوبة إعادة عقوبة الإعدام في تركيا. ثلاثة، الآن بلغ عدد الذين تم إلقاء القبض عليهم أكثر من 6000 واحد، ما بين مدني وما بين عسكري وما بين قاضي. هذه كلها الأمور ممكن تضع ضالة أمام المجتمع الدولي أو المجتمع الأوروبي أن ممكن أن يوجهون رسائل إلى أردوغان بهذا الذات. ولكن أنا أرى أن أردوغان سيستطيع أن يتغلب على هذه الأمور إذا ما استخدم الجانب الحكمة كما استخدمه سابقا، ويعمل على أن تكون هذه المرحلة مرحلة جديدة في حياة تركيا، يستطيع أن يعيد أوراقه وترتيب أوراقه مع خصومه السياسيين وخاصة المعارضة التركية التي يعني ما فتئت أن توقع البارحة، وقعت اتفاق لأول مرة، وقع اتفاق ما بين الأحزاب التركية وما بين حزب العدالة على كيفية تسيير الأمور سياسيا داخل تركيا. جميل، أرد أستشير قبل أن لا أنتقل بنصف دقيقة. نعم. النائبة حنان فتلاوي على صفحتها في الفيسبوك، أنا قرأت شخصيا، قالت طاغية آخر يسقط، هاردريك أردوغان، وإن شاء الله نهاية كل من تسبب بأذية العراق. شنو رأيك سريعا؟ يعني هذا مواقف خاصة، يعني أنا لا نستغرب من هذا الموضوع، يعني لأنه دائما كانت تركيا هي محل اتهامات ومحل تجني لكثير من المواقف تجاه العراق، ونعلم جدا أنه الوضع السياسي الآن في العراق، فليس مستغربا أنه حنان فتلاوي تكتب ذلك أو أن تقول طاغية أو تقول غير ذلك. جميل. دكتور منذر، مرحبا بك مرة أخرى. برأيك هل هناك دولة عربية مثلا رحبت بالانقلاب ضد أردوغان وباركت هذا الأمر؟ ثانيا، احنا ذكرنا أن ما جرى في تركيا أكبر من أن ينتهي في ليلة واحدة، والعاجل اللي ورد الآن قبل دقيقة أن هناك اشتباكات الآن بين الشرطة وبين الجيش في مطار صبيحة في إسطنبول الآن. تفضل دكتور. عدد الفرحين بحدوث انقلاب ونجاحه في تركيا في العالم العربي لن يكون قليلا. في مصر مثلا سوف يفرحون بذلك، في سوريا يفرحون بذلك، اطلاق نار في سوريا ايضا، في لبنان اطلاق نار. هنالك الكثيرين يعتبرون اردوغان هو صانع للكثير من المشاكل في عالمنا العربي، وبالتالي سوف يفرحون بالنسبه لي. وهذا امر التشفي بالسياسه لا ليس له قيمه لانه غير مبني على اسس. اما ان تقول لي ان الانقلاب، محاوله الانقلاب الان في اشتباكات، نعم، اردوغان ورئيس الوزراء يوم امس تحدثوا عن الخطة باء من الانقلاب، قالوا أن على الناس، الانقلاب لا يزال محاولة قائمة، وعلى الناس أن يبقوا في الشوارع لكي يمنعوا احتمالية أن تتجدد أو أن تظهر الخطة باء من الانقلاب. وبالتالي كان هنالك توقع، ربما هذا يفسر حجم الاعتقالات الاحترازية التي تتم في تركيا. هذه الاعتقالات قد لا تكون مكان شبهة أحيانا، ولكنها احترازيا. وهذا ما أشار إليه الأستاذ، أن الاتحاد الأوروبي بدأ يحذر تركيا من مغبة أن تستخدم الانقلاب العسكري كذريعة للانقضاض على الخصوم السياسيين للحكومة حزب العدالة والتنمية. بالنسبة للاعتقالات، نحن نعلم أن هنالك اتفاقا سابقا ما بين فتح الله جول وأردوغان وحزب العدالة والتنمية، وفتح الله جول هو يدعو إلى الإسلام الاجتماعي، لا يدعو إلى الإسلام السياسي، وبالتالي ركز اهتمامه على القضاء، فجل القضاء في تركيا هم من أنصار فتح الله جول، وهذا شكل تهديدا كبيرا لحزب العدالة والتنمية وأردوغان، بأن طالما هؤلاء الناس يسيطرون على مفصل حيوي في الدولة وهو القضاء وهو سلطة مستقلة، فإنهم يشكلون خطرا دائما. وعملية الانقلاب أثبتت أن هنالك عملية التجسس التي سبقت قبل 3 شهور، والتي كشف عنها في تركيا، والتي تبين أن وراءها ما يسمى بالتنظيم الموازي. هذه وأحد المحللين الأتراك توقع أن يأتي انقلاب ما في تركيا بناء على تلك المعطيات. إذن كان الانقلاب
الانقلاب بالهاجس الرسمي للدولة للحزب العدالة والتنمية، متوقعا عملية التصفيات قد تحصل، ولكن هنالك ما يجعل أردوغان يبقي الباب مواربا بحيث لا يذهب بعيدا في عمليات التصفية. طيب، لأنه لا يزال بحاجة إلى الاتحاد الأوروبي، هو لم يقطع الصلة والأمل نهائيا من أن يصبح عضوا ما في الاتحاد الأوروبي، بالتالي لن يغلق الباب نهائيا أمام عودته باتجاه الاتحاد الأوروبي، وحكم الإعدام بالذات إذا ما عاد في تركيا سوف يؤدي إلى قطع القطيعة مطلقة ما بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهذا ما لن يفعله أردوغان. طيب، لكن تعتقد أن أمريكا هي وراء الانقلاب؟ طيب لماذا لا تسلم فتح الله جولن؟ لأنه ربما لو سلمت فتح الله كان الآن تتكشف خيوط الانقلاب أساسا، ماذا رأيك؟ لا أتصور أن الولايات المتحدة الآن وهي تقول أن مصالحها في الشرق الأوسط أصبحت محدودة أن تتورط في عملية انقلاب بهذا الشكل وبدولة رئيسية في المنطقة، إنما هذه الأشياء تستخدم للرأي العام الداخلي لتجهيشه لصالح فكرة معينة أن هنالك خطرا وعدوا. كل السياسيين يستخدمون هذا الشكل من أشكال الاتهام الخارجي لدولة كبرى أو عظمى أنها تريد أن تطيح بالدولهم، وذلك لإيجاد عملية تجيش أو مبرر أو مشروعية للانقضاض على الكثير من الخصوم في تلك اللحظة. لا أتصور أن الولايات المتحدة وهي تقول، وإذا قرأنا عقيدة أوباما فإنه يرسم تصورا مختلفا للمنطقة يخرج فيه تماما من عملية التدخل العسكري ومحاولة الانقلابات وهذا، ويذهب بعيدا باتجاه مصالح جديدة للولايات المتحدة. لا أتصور أنه يدخل في هذه الورطة الكبيرة. تركيا ليست دولة سهلة أن تجعل فيها انقلابا ينجح وتذهب المنطقة كلها إلى الجحيم. جميل، سأعود لك دكتور، أعود لك أستاذ ميشيل. يعني ما حصل في تركيا من انقلاب عسكري هو نذير مبين ينبئ أن الشعوب باتت ترفض الحكم العسكري من جهة، ومن أخرى فإن الشعب هو من يتحكم بمصيره الآن، ونرى أن الشعب نزل إلى الشارع وهو اللي استعاد. علما أنه أردوغان كان يطلب من الأحزاب المعارضة رجاء ما تستخدموا الشعب تنزلوه على الشارع في حل نزاعاتنا الداخلية، وهذا اللي بيقولوا المعلقين الأتراك الموالين للحكومة المحسوبين على الحكومة. هو استخدم الشعب طبعا، كان متطلب ما فيش قدامه سلاح غير سلاح الشعب. لما تقولون ما لا تفعلون يعني؟ اللي معه بالضبط. هلأ المشكلة في أردوغان أنه عاد الكثيرين، هذا الخطأ الكبير اللي ارتكبه، عاد الاتحاد الأوروبي، عاد أمريكا في قضية كوباني إذا بتتذكر. نعم. بده يبعث له دخيل أوباما وما سمحلوش تمر من تركيا، عاد الروس سقطوهم الطيارة، عاد الأكراد، عاد سوريا، عاد العراق، عاد الاتحاد الأوروبي. كاميرون رئيس الوزراء البريطاني الذي استقال مؤخرا أدلى بتصريح للبي بي سي وأنا شفت بعيني، أسألوه متى ستدخل تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ قال لهم إن شاء الله سنة 3000. تصور لوين التشاؤم. يعني الاتحاد الأوروبي صارف النظر لأنه ما في حريات، بتعتقل الناس، بتسكر صحف، ما في حرية رأي، ما في ديمقراطية. فإذا هلأ هو سلك مسلك أنه أستغل هذا الوضع اللي قام أنه أشدد قبضتي أكثر، بيبعد أكثر عن الاتحاد الأوروبي أنا برأيي. والآن حتى الاتحاد الأوروبي أيضا يساند أردوغان. يسانده؟ يعني يساند الشرعية. الشرعيه يساند الشرعيه، لكن لا يساند اردوغان اذا بده يسلك التشدد والاعداد. بالنسبه للاعداد، تعتقد انه متشدد اردوغان؟ متشدد جدا اردوغان. واردوغان يعني اسمح لي انا بوصفه بالثعلب السياسي، الثعلب. شوف كيف لعب بالمنطقه كلها، استدرج دول الخليج السعوديه وانه يدخلوا في الحرب اللي في سوريا. دخلوا في الحرب بسوريا صار لهم 6 سنين على اساس انه تحل باسبوعين بثلاثه بشهرين ثلاثه بروح الاسد. ما صارش هذا اللي صار. اللي صار انه مات سوريين، ماتوا كثير، حوالي 500,000 واحد صاروا ميتين، غير كذا مليون لاجئ ومشرد. انت الان تحمل اردوغان ذنب مقتل 500,000 سوري. طبعا، لانه لو ما فتحش حدوده ودخلوا المسلحين من الشيشان ومن هون ومن هون ومن كل المحلات ما كانتش صارت الحرب، او ما كانتش استمرت كل هالفتره هاي. هو الذي حصد الفائده من الحرب اللي جرت في سوريا. هو أخذ أموال الخليج مقابل أنه سهلنا الأمور ودخلهم، أخذ أموال من الأمم المتحدة عشان اللاجئين وما اللاجئين، اشترى النفط بسعر رخيص من الدولة الإسلامية،
سواء النفط السوري أو النفط العراقي، فهو المستفيد الوحيد من الحرب التي جرت. فلذلك أنا بقول لك عنه وما في شك إنه ذكي وداهية وسياسي محنك، لا شك في هذا الحكي. لكن للأسف لا يستخدم حنكته بطريقة إنه يتقرب لجيرانه وللناس اللي حواليه، فعاد كل العالم وقف ضده. جميل دكتور، سأعود لك أستاذ، لكن دكتور منذر بدقيقة ماذا تجيب أستاذ ميشيل بدقيقة واحدة؟ أن أردوغان هو صانع الحرب في سوريا أو بالمنطقة؟ نعم، وعاد الكثير. أولا أردوغان، دعني أتحدث عن أردوغان في تركيا. لا جاوب على بدقيقة دكتور. أنا بتصوري أن، نعم. أن ما حصل في سوريا والعراق هو نتيجة لنظام سياسي في هاتين الدولتين، سمح إذا كان ولابد للدول الأخرى أن تؤثر عليه، لولا ضعف هذه الأنظمة وعدم إدراكها بأنها غير قادرة على أن تحمي مواطنيها، أي دولة غير قادرة على أن تحمي مواطنيها حتى من المؤامرات لو حصلت، فلا أعتقد أن هنالك مبررا لوجودها، وهذا ما حدث بالدولة السورية، وهذا ما يحدث الآن في العراق. الناس تقتتل والنظام يقتل في هذا في الناس في سوريا. ليست أعتقد إذا كانت تركيا تتدخل كجزء من حالة صراع دولية وإقليمية تحصل في كجزء. سوريا بنتيجة عجز النظام على أن يسوس دولته ولا أن يحرك أطرافها بشكل يتلائم مع المصلحة العليا لسوريا وللشعب السوري. أعتقد أن تركيا وغيرهم أطراف تلعب في الساحة السورية الآن لكل مصلحته، ويستخدم الأرض والسياسة، وأيضا النظام السوري يستورد النفط من داعش، وهذا تقرير مفصل وموسع نشر في نشره صحفي ألماني ونشرته مع دراسات الاستراتيجية في واشنطن وبالدلائل. سأعود لك تأخذ وقتك، عندك رد نصف دقيقة. والله يا بقول إنه لوش دور إنه هم حكامهم والشعوب، بس هذا الحكي بالصحيح، لو لم تفتح الحدود التركية ما كانت تطورت الحرب بهذا الشكل. جميل، تفضل سايات. يعني حقيقة أنا أرجع، يعني لو سمحت لي في موضوع الآن. أول ما رأيك بما يقول أستاذ ميشيل؟ نعم. لا أنا أرى أنه يعني فتح الحدود ما لعب دور بالحرب. نحن الآن عندما نتكلم عن دعم معارضة في داخل بلد لكل بلدان محيطة في أي شأن داخلي لدولة مجاورة، من حقها أن تحمي حدودها وتحمي بلادها. ما شعر بي أن هناك سبقت هذه الأحداث أن ذهبت القيادة التركية إلى القيادة السورية وبلغتهم وتحدثت معهم أنه أنتم الآن ستكونون جزء من حالة الربيع العربي، عليكم العودة إلى استخدام النظم الديمقراطية في التعامل مع ما يريده شعبكم، عليكم أن تتعاملوا مع المعارضة السورية بكل مفاهيم ودقائق الأمور. لكن اللي حدث أنه روم 6 أشهر لم تكن هناك النصيحة التركية. نحن الآن لا نحمي الطرف آخر، لكن نحن الأمور في نهاياتها. ماذا يحدث الآن؟ هل الآن الذي يحدث على الساحة السورية الآن في مدينة حلب، آخر شيء في مدينة حلب الآن، والقصف الذي يسير إليها يوميا، والضحايا التي تقتل، والشعب الذي تهدر دماؤه وتستلم كرامته، وحالة النزوح التي الآن بدأ وصل إلى 9 مليون نازح من أبناء شعبنا في سوريا، وكذلك الضحايا من كل الطرفين، 500,000 الآن ضحية في سوريا، من يتحملها؟ ألا التدخل الروسي الآن؟ ألا القصف الروسي المستمر؟ القصف المدفعي للنظام؟ لكل هذه الأمور، رغم أن مؤتمر جنيف جاء قبل 6 أشهر أيضا بفكرة جنيف أولى وجنيف ثانية وثالثة، لكن ما هو الحل؟ هناك سياسة وهناك عمل موازي، لكن مع ذلك لا نحمل كاملة أن الخطأ أن يكون في تركيا أو أن يكون في دولة أخرى ما يحدث في سوريا أو يحدث في بلد آخر. ما يحدث في سوريا وما يحدث في بلد آخر إنما هو سببه السياسات التي تتبع من تلك الأنظمة. جميل جدا، لكن أرد أعود لك على موضوع بالشأن العراقي. الانقلاب في العسكر في تركيا، نجد مباشرة أن السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي اجتماع المجلس الأمن القومي والوطني وهكذا واجتماعات، برأيك هل لو فعلا تحقق الانقلاب العسكري في تركيا كان يؤثر على الوضع العراقي؟ نجد بالمقابل مباشرة هناك أوامر تلقتها القوات التركية المتواجدة قرب الموصل بالانسحاب من الأراضي العراقية. أولا في كل عملية انقلاب تحدث في منطقة مهمة واستراتيجية كمنطقة الشرق الأوسط، وفي بلد مهم كتركيا لها إمكانيات وظلالها على دول العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط ودولة إقليمية كبيرة، فمن الطبيعي جدا أن يكون ظلال هذا الانقلاب ومن يأتي إلى الانقلاب بسياسة جديدة تكون. لو حدث ما حدث ونجح الانقلاب سنرى التغير
ولو أن البيان الذي ألقي قال ستبقى جميع العلاقات والاتفاقات التركية قائمة بين الدول، لكن هل كان الملف السوري والملف العراقي سيقاد كما يقاد الآن؟ نحن نرى أنه حتى وإن توقفت عملية ضرب الطائرات في مشاركته في قيادة التحالف، لكن لفترة قليلة، وهذه الفترة بسبب السيطرة التي تمت من قبل الانقلابيين على محيط قاعة أنجرليكت. لا يستطيع الجيش التركي أن يدخله ولا حتى الانقلابيين، هذه قاعدة تابعة لقيادة التحالف والولايات المتحدة الأمريكية، لكن حمايتها من الخارج هي من الجيش التركي، ولذلك قطع الكهرباء أو منعت الطائرات من التحليق بسبب غلق الأجواء، اثنين بسبب قطاع التيار الكهربائي، وكل هذا تم والآن أعلنت قبل ساعتين قيادة التحالف الأمريكية على عودة فعالياتها وضربها واستهدافها إلى مناطق سوريا والعراق من جديد قبل ساعتين قبل أن نأتي إليكم. لكن أنا أريد أرجع إلى الوراء في موضوع الطائرة الروسية. الآن ثبت بالتحقيق الأولي أن الطائرة أو الطيار الذي قام وضرب والطائرة الروسية هو أحد الضباط الرئيسيين في عملية الانقلاب. ماذا يؤشر هذا؟ قلنا في لقاءات سابقة تركي نعم التركي نزل الطائرة الروسية نعم. الآن جناب يعني نحن الآن قلنا قبل ستة أشهر قلنا يمكن أو قبل أكثر عندما سقطت الطائرة قلنا هناك عملية تحدث في الداخل المؤسسة العسكرية قد تكون بعيدة عن الرئيس التركي أردوغان، الغاية منها أنه إحداث مشكلة كبيرة في العلاقات الدولية ما بين تركيا وما بين روسيا وما بين الاتحاد الأوروبي، وعندما تكلمنا ذلك كان نوعا من الخيال، ولكن الآن أثبتت الحقائق أن الطائرة عندما أسقطت بدوافع سياسية عسكرية غاية تقويض النظام أو إيجاد له مشكلة، وبالتالي المؤسسة العسكرية التركية هي تعترض على أردوغان في أنه سحب تركيا إلى مواجهة غير محسوبة المآل مع في الملف السوري، والدليل وجود الكيان الكردي الآن في جنوب وشرق تركيا وفي أيضا في شمال تركيا، كذلك أنه استطاع أن يأخر أو يمنع العلاقات أو توقيفها أو بينها ما بين تركيا وبين الكيان الصهيوني. كل هذا تدري المؤسسة العسكرية مؤسسة مهمة، هي تعتبر أكبر مؤسسة في الحلف الأطلسي. جميل. لكن عندما جاء الطيار الروسي التركي الذي أسقط هذه الطائرة ثبت أنه هو الذي ساهم أيضا بإلقاء الصاروخ على مكان الرئيس التركي، ولكن لم يستهدف بسبب خروج الرئيس التركي قبل دقائق من الفندق الذي كان فيه، والآن قتل يعني هذا يعني قصف الفندق قصف لكن لم يكن موجود فيه خارج. إذن جناب ماذا نربط بين هذه الحلقات ما بين قبل سبعة أشهر ما بين يحدث الانقلاب؟ لماذا هذا الطيار أحد القادة الرئيسيين؟ كلها علامات بحاجة إلى دراسة بحاجة إلى تأني، ونحن ننتظر. سأعود لك دكتور منذر. أعود لك أستاذ الشيخ. دكتور منذر، ما رأيك بكلام أستاذ أياد العناز؟ يعني دوافع سياسية، وأيضا يعني اليوم هناك ربما في أب المقبل لقاء بين بوتين وأيضا بين أردوغان، يعني عودة العلاقات الروسية إلى الروسية التركية إلى طبيعتها. لا تزال حيثيات الانقلاب غامضة، لم يستطع حتى الآن أن تخرج أو أن تخرج سوى بعض أو ترشح بعض التفاصيل القليلة جدا والتي لا تعرف حتى بهوية المنقلبين. البعض ينسبهم إلى أطراف إقليمية والبعض ينسبهم إلى صراع داخلي. يعني أنت تؤيد ما ذهب إليه الأستاذ أياد أم لا؟ لا أعتقد أن هنالك يعني هذا الشكل، هذا تشي بمؤامرة على مستوى كبير جدا، والواقع يثبت أن الانقلابيين كانوا على درجة عالية من الغباء، لأن تصرفهم بهذا الشكل في انقلاب يفترض أن يسيطر على رأس الدولة في دولة كبرى كتركيا لا يتم بهذا الأسلوب. هم المنقلبين استخدموا أسلوب الثمانينات في عصر التقنية وعصر الإنترنت وعصر التواصل، وتخيل أن ما أغلقه أردوغان قبل أشهر هو منقذه كان. فالآن عملية التنفيذ كانت في منتهى الغباء والسذاجة، ولا تعبر عن طريقة دقيقة بالتنظيم والإدارة للعملية الانقلابية، إنما هي كانت بشكل سطحي. سيطروا صحيح هنالك على مواقع مهمة، ولكنهم لم يستطيعوا حتى أن يسيطروا ويخرجوا بيانا انقلابيا سوى عن طريق تهكير موقع وزارة الدفاع، وأطلقوا جميع القادة السياسيين ليقولوا ما يشاءوا، وأعتقد أن هذا أسلوب ليس ذكيا. أما لقاء أردوغان مع بوتين فنحن نعلم أن هناك
هنالك تغير عميق حصل في السياسة التركية. السياسة التركية التي كانت تتبنى مبدأ الحياد البناء والتي جاء أحمد داود أوغلو وغيرها واستطاع أن يوجد مسارا منفصلا، واعتقد دائما أن لتركيا يجب أن يكون لتركيا دورا منفصلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. داود أوغلو الذي تركيا لم تكن تتدخل في الصراعات الداخلية للدول ولا بين الدول، وكانت تعتقد أن إسرائيل هي جزء أساسي من علاقاتها مع الولايات المتحدة. جاء أحمد داود أوغلو واعتبر تلك المبادئ ليست أساسية، فحينما حصل الربيع العربي وتسيد التيار الإسلامي في مصر وفي تركيا، توصل أحمد داود أوغلو إلى أنه يجب على تركيا أن يكون لها دور فعال وبناء، لأن المنطقة قد تصبح مساحة استراتيجية لنفوذها في المستقبل فيما لو تسيد التيار الإسلامي، وهنا بدأ يساعد. هذا الأمر أثار حفيظة الكثير من الدول العربية، وأنت كنت سألتني عن الفرحين بمحاولة الانقلاب، لكن حينما اتضحت الصورة وانجلت، كانت الخسائر التي حصلت عليها تركيا أكبر من النتائج التي كانت متوخاة. هي خسرت علاقات مهمة مع دول عربية رئيسية، خسرت علاقاتها مع روسيا، الولايات المتحدة ليست بكامل الرضا عنها، وبالتالي حصلت حتى مع العدو الصهيوني كانت علاقاتها متوترة ومضطربة، وبالتالي حصل تغير جذري في السياسة، وهذا ما استدعى ذهاب أحمد داود أوغلو عن السياسة كي تبدأ خطا جديدا بالعودة إلى ما كان سابقا، وهو سياسة الحياد البناء. ووجدنا أن تركيا تذهب مباشرة إلى تل أبيب لأنها متأكدة أن هذا هو الطريق الصحيح إلى واشنطن، واستطاعت أن توجد مسارب حتى للحوار مع النظام السوري، وهي الآن يجري الحديث عن مباحثات ما بين أردوغان أو السياسة التركية والقيادة المصرية، وأمام موسكو وتركيا خطة جديدة لإعادة العلاقات. إذن نحن نشهد انقلاب حقيقي في كيفية تسير الأمور في تركيا للعودة إلى طريقتها السابقة في التعامل مع المنطقة. أعتقد أن تركيا تجني أكثر ربحا من هذه السياسة فيما لو تدخلت بشكل عميق في سياسات الدول بالمنطقة، لأن ذلك جرى عليها الكثير من المشاكل والكثير من الخسائر. أنا بتصوري لو نجح الانقلاب في تركيا كنا أمام تحول جذري وعميق بالمنطقة، ربما يدخلنا مرحلة جديدة من الصراعات لا يعلم إلا الله ما هيتها وإلى أين سوف تسير المنطقة. جميل، سأعود لك دكتور سامي ميشيل. برأيك لو تحقق الانقلاب في تركيا كان أثر على الملف السوري والعراقي سلبيا أم إيجابيا؟ أعتقد إيجابيا. كيف؟ لأنه كان مشي مع الخط اللي بدها إياه أمريكا وروسيا، بده منهم القضية، وتركيا والسعودية وقطر هم الواقفين عشان حصلوا في الموضوع، زائد طبعا التنظيمات المقاتلة اللي في الداخل اللي بدك تأخذ برأيها. بس تقريبا على أنه الطيار اللي ضرب الطائرة الروسية ضمن الانقلابيين، انا برايي هذا لا يعني شيء، لان هذا الطيار لما ضرب الطياره بناء على اوامر قيادته، مش تصرف شخصي منه على ما اعتقد. زائد انه بالنسبه لاوغلو زميلنا الاخر، وزيره خارجيه الاتحاد الاوروبي لما اردوغان ازاح اوغلو احمد اوغلو قالت خسرنا رجلنا في تركيا. أوغلو اعتبر صديق للاتحاد الأوروبي وأبعد، وهذا من الأخطاء اللي ارتكبها. لكن اليوم أيضا تقارب بين الجانب الأمريكي والأوروبي، أيضا بعد خصوصا بعد الانقلاب هناك تقارب مع أردوغان بين أمريكا والاتحاد الأوروبي أيضا، يعني المواقف كانت أردوغان عرف صديقة من عدوه على أساس الشرعية، إن حفظنا على الشرعية وإحنا بدنا الشرعية ما في شك. أما القول إنه أمريكا لها دور في الانقلاب، كان رأي الانقلاب كان نجح لو أمريكا حطت. إذا لماذا ترفض أمريكا اليوم أن تسلم فتح لقون؟ هذا إنه من زمان هم بيطالبوا فيه، طالب فيه قبلها المرة هاي طالب فيه. أنت في بداية حديثك سنة 2000 ومش عارف إيش طالب فيه يعني، ورفضت أمريكا. اللي بقوله كيري خلينا نحقق نعمل تحقيق، وإذا في أدلة وإثباتات إنه هذا فعلًا مشترك في المؤامرة بنسلمكم إياه حسب مقتضيات القانون الدولي. يعني ما رفض من حيث المبدأ تسليمه إذا وجدت الأدلة والإثباتات أنه شارك بالعملية الانقلابية أو كان وراها أو مولها أو خطط لها. برأيك أردوغان حقق مكاسب من هذا الانقلاب الفاشل؟
إذا أردوغان كان ذكي أنا برأيي بيحاول ما يحقق البكاسة، بيحاول أنه يكسب رضا الشعب ورضا جيرانه، لأنه له أعداء كتير صار، له أعداء كتير. لكن إذا أصاب الغرور وقال لك هذه فرصتي وحاول أنه يفرض الحكم النظام الرئاسي ويلغي العلمانية وكل الشغلات اللي بده إياها وينفرد بالسلطة ويصفي كل جماعة فتح الله جولاند وقتها، وزيادة كم الأفواه وإغلاق صحف والحريات، يعني في قضية مثلا ويقال أنه عنده شوية غرور وشوية شعور بالعظمة. في قصة تروى عنه أنه مرة أحد الفنانين الألمان عمل برنامج، كيف باسم يوسف كان في القاهرة يعمل يستهزئ بالدكتور مرسي إلى آخره، عمل برنامج يستهزئ بأردوغان. أردوغان غضب غضب شديد واتصل بماركل قال لها كيف تعمل هيك؟ لازم تعتذروا لي. فاعتذرت له ماركل، قالت له متأسفة وأنا ما عم بيسمع وأنا بعتذر لك إلى آخره. بعد بأسبوع أسبوعين هذا الزلمة اللي عمل البرنامج قال لك شو بدي أعمل كمان برنامج، عمل برنامج ثاني يسخر فيه من أردوغان. أردوغان هون غضب غضب شديد واتصل بماركل قال لازم تمسكوه وتحاكموه وتعتقلوه وتحطوه بالسجن هذا الزلمة بالبساطة. طبعا ماركل بتقدرش تعمل هيك، عندها نظام ديمقراطي وفي حرية رأي وإلى آخره. فاقترحت على البرلمان إنه يعملوا مشروع قانون إنه شتم الرؤساء والسخرية منهم يخالف القانون. فعرفش إذا مشي القانون ولا مشيش ومشيت فيه ولا لا، بس هذا الموضوع تم تداوله كله إرضاء لأردوغان، لأنه أردوغان كان يزعل بسرعة ويتنرفز وإلى آخره. جميل جدا أستاذ. يعني هل راح أسألك عن هناك خبر يقول هناك إطلاق نار ابتهاجا في العاصمة السورية دمشق وفي لبنان وفي العراق مع انتشار تقارير عن الإطاحة بأردوغان وخرج الناس إلى الشوارع للاحتفال في المناطق كثيرا، شنو رأيك؟ نحن قلنا أنه النظام في تركيا له كأي نظام سياسي له أعداء وله أصدقاء. من الأعداء الموجودين أيضا طبعا خلاف السياسة التركية وتدخلها وتحمل، يعني الآن السوريين يحملون أردوغان ما حدث في سوريا وما آل إليه الوضع الداخلي، كذلك في العراق يحملون الجانب كثير من الوضع الأمني والتحالفات الاستراتيجية الإقليمية، وكذلك في لبنان. أنت تذكر أن لبنان يعني إن كانت هناك الضاحية الجنوبية وهناك بعض من المناطق الرئيسية التابعة إلى في عداها إلى تركيا، هذا اللي حدث. لكن أرجع أقول أنه نحن أمام الآن منعطف شديد، أنه أرى أن السياسة التركية ستأخذ منحة داخليا، أي أنه الرئيس أردوغان والمسؤولين في حزب العدالة سيتجهون إلى معالجة الأوضاع الداخلية بشكل رئيسي، أي تكون لهم الأولوية الآن بعد الانقلاب إلى الوضع الداخلي بعيدا عن التدخلات، أو أن يكون لهم دور إقليمي أكبر أو دور دولي كما كان يطمح إليه الرئيس أردوغان قبل الانقلاب. لكن بعد الانقلاب سيكون هناك توجه إلى حل كثير من المشاكل، إلى عودة المجتمع التركي لتماسكي. الانقلاب سيكون له ظلاله، ليس في شهر أو شهرين، قد تمت السنوات، لأنه ما حدث حدث كبير وزلزال كبير بكل معايير السياسية الاقتصادية الاجتماعية. نحن أمام حالة كبيرة، ولكن لو نجح الانقلاب كان من الممكن أن تخرج تركيا أن تكون دولة إقليمية. جميل. لكن أنت إنه قلت راح يأثر، لو تحقق القرار راح يأثر على ملف السوري والعراقي. نعم. سلبي، لكن الأستاذ قال إيجابي. نعم، أنا أحترم الرأي أي إنسان، والدكتور والأستاذ عزيز يعني خبير ومحترم في آرائه، لكن أنا أنظر من منظار أنه أنا هذا بلدي وهذه القضية أنا أشعرها أنه كيف تتعالج. أنا أنظر إلى الأمور بمنظار أنه هناك شرخ واضح داخل المجتمع، هذا الشرخ ممكن كان أن يزداد باتجاه بعض الأمور. جميل. التي تنعكس سلبيا يعني. جميل. الدكتور منذر سريعا، يعني الآن أردوغان ضمن أنه راح يبقى على الكرسي وضمن أيضا سيطرته الكاملة والشاملة على الجيش، ما رأيك؟ ربما هو في هذا الانقلاب الفاشل بدقيقتين أخرج الجيش من العملية السياسية تماما. أردوغان كسب وأيضا المعارضة كسبت
المعارضة الآن تبدو للشارع التركي كجزء أصيل من المؤسسة الدولة التي دافعوا عنها. هم لم يذهبوا للدفاع عن أردوغان كشخص، الأتراك ذهبوا للدفاع عن نمط من الدولة ارتضوه وعايشوه ويريدوه أن يبقى، لم يذهبوا فقط لحزب واحد أو كذا. الجميع سوف يكون كاسبا من فشل الانقلاب في تركيا، سواء أردوغان أو أحزاب المعارضة. أتمنى أن تسير الأمور باتجاه مؤسسة الديمقراطية أكثر، باتجاه القانون في تركيا، أن تتحول تركيا إلى ليست دولة عدوة للبعض بل ستكون صديقة للجميع، لأنها دولة مهمة ومؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، وهي أيضا بوابة أوروبا على الشرق. إذن لابد من أن تكون تركيا مستقرة. عدم كونها مستقرة ربما سوف ينسف الفرص والاحتمالات والآمال في أن تعود منطقتنا إلى حالة من الهدوء، الهدوء الذي لم ننعم فيه منذ فترة طويلة. جميل. لكن سؤال أخير، برأيك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة هل سيتفاقم الخطر على الاستقرار الإقليمي والدولي؟ رأيك سريعا. تصور سوف تعود تركيا إلى توازنها وتلغي رغبتها في محاولة السيطرة الإقليمية على المنطقة، سوف تجد منافذ أخرى دبلوماسية للتعامل، ربما سوف تصبح أكثر فائدة منها سابقا، لكن تبقى في مواجهة دول أخرى تحاول فرض هيمنتها على المنطقة. أتمنى أن تدخل المنطقة في حقبة جديدة من السلام، ولكني لا أرى ذلك في المدى المنظور، لأن الحروب لا زالت مشتعلة والدماء لا تزال تسير في أقطار عربية كثيرة، وهذا يؤثر على تركيا وعلى المنطقة وربما على العالم، وينسف الأمن والسلم العالميين في هذا. جميل. دكتور منذر حويرات شكرا جزيلا لك. أستاذ ميشيل، سيتفاقم الخطر على الاستقرار الإقليمي والدولي؟ والله إذا استعمل عقله أردوغان إن شاء الله لا، إن شاء الله تسير الأمور إلى الحل وإلى الاستقرار. يعني ما يجري حاليا في المنطقة هو صراع بين السعودية وإيران، وتركيا تلعب بالطرفين، تضربهم فوق بعض، وهي المستفيدة من هذا الحكي. السعودية تريد أن تقود المنطقة وإيران تريد أن تقود المنطقة، تركيا تضربهم فوق بعض حتى هي تقود المنطقة في نهاية المطاف. أنا دائما كتبت أكثر من مقال، يمكن 10 مقالات، بقول علينا أن ننشئ الاتحاد الشرق أوسطي على غرار الاتحاد الأوروبي، ننسى الخلافات الطائفية، ننسى كل الكلام هذا. يعني شو السنة وشو الشيعة؟ مش التنين يؤمنون بالرسول ويؤمنون بالقرآن ويؤمنون بإله واحد وبيصلوا القبلة هي الكعبة وبيصوموا في رمضان؟ ما هو نفس الشيء. يعني في خلافات طفيفة، مش خلافات تستدعي هذا الصراع الدموي اللي عم بيصير بيناتهم. اتحاد شرق أوسطي على غرار الاتحاد الأوروبي اللي كان فيهم حروب بيناتهم وكانت نزاعات وتغلبوا عليها، تغلبوا على خلافات الطائفية وأمن الاتحاد الأوروبي. أي ناجح ما شاء الله. جميل جدا. بدنا اتحاد شرق أوسطي وننهي النزاعات كلها في المنطقة. جميل جدا. سيتفاقم الخطر الإقليمي والدولي بثواني. لازم أختم. ستكون هناك قوة أيضا محافظة على القوى المتوازية في داخل المنطقة. جميل. الأستاذ أياد العناز الباحث في العراق، شكرا جزيلا لك، الصحفي والمحلل السياسي الكبير أستاذ ميشيل حنا الحاج، شكرا جزيلا لك. وشكرا للدكتور أيضا منذر حوارات، شكرا جزيلا لك دكتور. العفو سيدي، العفو. الشكر موصول لكم أحبتي على حسن المتابعة، نلقاكم بإذن الله في حلقات مقبلة. ذلكم الحين، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.